يا سلام مره مزوج مزوج هو؟ لا لا عرجلك على كلامك ذا. انت ذكرتني لحظه انت ذكرتني الله يجزاك خير بشايب عندنا في الديره. ايه اذا طلعنا المسجد مسكني بيدي. قال انت ليش ما تزوج؟ الصراحه طفشني. ليش؟ خلنا نرتاح في الانستانس وننبسط ونكتب نلغزل اللي يتزوج ما عندك تبغى الغزل خلاص يبقى. عجيب. المهم المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه سويت لي ابيات. ايه في الشايب قلت اذا سالني. ايه يوم ان جينا في مجلس قال هذا فلان وفلان وفلان كبرك عنهم متزوجين انت وش جلسك؟ ايه وانا اقوم وانا اجي جنبه قلت يا رجل اسمعوا الرجال ذا متولجني الي السنه كل ما شافني وهو ما يدري وش الوضع. قال وش؟ قلت شايب ينصح وانا وضعي صعيب. ايه ويحسب اني جاهل النصايحه. ايه لا هرج حسسك بانك فيك عيب الله ان عن خطاه يبايحه ما درى اني من زماني مستصيب طعنت من السنين الرايحه كل عام اخطب ولا تم النصيب ومقتنع باللي كتب فاللايحه بس حظ اللي يجد الخطيب عقبي بيوم يا بنت رايحه. تمام. قال في ذمتك قلت سبع ولا ثمان خطبت قال والله ما عاد اهرجك. الله سبحان الله هي الرزق والمكتوب في لوح في اللوح وفي القدر انها فلانه. لكن ابو عبد الله يقول لو تزوجت 99